أهلا بكم وأمسية طيبة بالفيديو ملخص كل ما قدمه الرياض أمام الشمال القطري. إشبيلية يسار على حسم ملف بلال براهيمي. إسماعيل بن ناصر يسابق الزمن من أجل الالتحاق بكأس أفريقيا في الكوت ديفوار. عوار يخطف الأنظار في روما والصحافة الإيطالية تعتبره صفقة الموسم. إليكم القائمة الموسعة التي ستكون بشكل كبير في طلب سبتمبر. سجل الدولي الجزائري محرز ظهوره الأول رفقة ناديه الجديد الأهلي السعودي، وذلك في المباراة الودية التي فاز بها فريقه بخماسية نظيف أمام الشمال القطري. في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء بمعسكر ناديين في النمسا، وبدأ قائد الخطر أساسيين في تشكيلة الأهلي قبل أن يستبدله مدربه في الدقيقة 61، وظهر محرز بمستوى جيد إلى حد ما، وكاد أن يهز الشباك في أكثر من فرصة سنحت له للتسجيل، لكنه لم ينجح في ذلك، بينما تكفل شركائه في الخط الهجومي بتسجيل 3 أهداف. إشبيلية يسر على حسم ملف بلال براهيمي. كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الدولي الجزائري بلال براهيمي لا يزال ضمن دائرة اهتمامات نادي إشبيلية الإسباني، والذي يرغب في التعاقد معه هذا الصيف. وأبرز موقع دياريرو الإسباني في تقرير له أمس أن متوسط ميدان نادي الخضر يحظى باهتمام كبير من قبل فريق إشبيلية الإسباني، الباحث عن تعزيز صفوف بلاعبين مميزين على الجهة اليسرى لخط الهجوم رغم عودة برايان جيل من توتنهام. وأكد المصدر نفسه أن مدرب إشبيلية خوسي لويس يبحث عن جناح أيسر خالص، وهي المواصفات التي تميز بها براهيمي، مشيرا أن هذا الخيار قد يكون ممكنا كون اللاعب وقع في فئة شبانية قبل 6 سنوات عندما كان فيكتور أورتا السكرتير الفني للنادي الإنجليزي، وهو حاليا يشغل منصب المدير الرياضي لنادي إشبيلية. وارتبط اسم براهيمي بعدة فرق أوروبية على غرار ستراسبورغ وأخرى من ألمانيا إيطاليا إنجلترا وإسبانيا في وقت لا تبالي في إدارة نيس التخلي عن اللاعب، لكنها تشترط دفع 7 مليون يورو، وهي قيمة مالية للاعب في سوق الانتقالات حسب موقع ترانسفير ماركت. جدير بالذكر أن براهيمي يرتبط بعقد مع نيس الفرنسي إلى غاية جوان 26، غير أن إدارة الأخير مستعدة لبيع عقده هذه الصائفة في حال وجود عرض مناسب. حسام عوار يخطف الأنظار في روما والصحافة الإيطالية تعتبره صفقة الموسم. تعلق الدولي الجزائري حسام عوار لاعب خط وسط روما إشادة كبيرة وغير متوقعة بعد أسابيع على بداية الفترة التحضيرية للموسم الجديد، وقدم اللاعب الجزائري مستوى جيدا في المباراة الودية عبر تحكم جيد في وسط الملعب، كما أنه صنع هدفا في آخر لقاء ودي أقامه ذئاب العاصمة الإيطالية في البرتغال خلال المعسكر التحضيري. وأشادت كبرى الصحف الإيطالية بما قدمه عوار في تجربته الجديدة بعدما ترك بصمته سريعا، ووصفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية بأنه يقود الثورة التي ينوي المدرب مورينيو القيام بها في نادي روما، وذلك بعدما نجح في ترك بصمته سريعا. كما اعتبرت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت أن عوار يعتبر من أهم الصفقات في الدوري الإيطالي، ويرى العديد من المتابعين يتوقعون نجاح حسام عوار مع نادي روما عطفا على المستوى الجيد التي قدمها إلى حد الآن خلال المواجهات الودية التي أجراها الذئاب، فضلا عن المكانة الخاصة التي يحظى بها لدى المدرب البرتغالي جوزي مورينو الذي كان أول معجبين بقدرات النجم الجزائري. ويخطط جوزي مورينو للتعويل على عوار كصانع ألعاب، كونه من نوعية اللاعبين الذين لم يكن إمكانيات فنية كبيرة تسمح لهم بالقيام بعملية صناعة اللعب، وسيشكل اللاعب الجزائري أحد أبرز الأوراق التي سيعول عليها المدرب البرتغالي من أجل تجديد لاعب مع لقب الدوري الإيطالي الغائب عن خزائنه مدة 22 سنة. جدير بالذكر أن حسام عوار انتقل هذا الصيف إلى نادي روما في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى غاية صيف 28، قادما من نادي أولمبيك ليون الذي قضى 14 عاما داخل أسواره، بدأها من الأكاديمية وأنهاها في الفريق الأول. وخرج نجم الخضر من موسم صعب عانى فيه من عدة مشاكل مع إدارة النادي بسبب رفضه تجديد عقده. بن ناصر واصل برنامجه التأهيلي بأسبيطار قطرية. يواصل الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر برنامجه العلاجي في مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي سبيطار بالعاصمة القطرية الدوحة بعد الإصابة التي تعرض لها في غضروف الركبة اليمنى.
وتعرض إسماعيل بن ناصر في شهر مايو الماضي إلى إصابة خطيرة على مستوى الركبة أجرى على إثرها تدخل جراحيا ناجحا. وتوقع الجهاز الطبي في تقدير أولي ابتعاد اللاعب عن الميدان 6 أشهر. ونشرت مصحة سبيطار قطرية الثلاثاء صور له في مختلف حساباته الرسمية في السوشيال ميديا وهو يقوم ببعض التدريبات الفردية تحت إشراف مختصين في الميدان. وبدأ نجم نادي أرسنال الإنجليزي السابق في قمة تركيزه بمرحلة إعادة التأهيل ويحرص على العودة إلى المنافسة الرسمية في وقت أقرب مما كان متوقعا، رغم بعض التقارير التي قالت إن اللاعب لن يستطيع العودة للعب مرة أخرى قبل كأس الأمم الإفريقية 23 المقرر إجراؤها بين شهري جانفي وفيفري المقبلين فيها الكوديفوار. الآن قائمة الماضي والتي ستكون بسمة كبيرة في تربص سبتمبر في حراسة المرمى: مصطفى زغبا، قايا مرباح، أنطوني ماندريو في الدفاع، عيسى مانتي، رامي سبيني، زين الدين بالعيد، طوغاي، جوان حجام، رايان ايت نوري، هيثم نوصيف، مهدي ليريس، كيفين جيتون، ويوسف عطال. مهدي ليريس، كيفين جيتون، ويوسف عطال، هشام بوداوي، هارس بالقبلة، حماد عبد اللي، نمير بن طالب، رامز زروقي، حسام عوار، عبد القهار قداري، ياسين عدلي، اسماعيل بن ناصر، الهجوم محرز، بدر الدين بوعناني، ادم الناس، راين شرقي، امين قويري، سعيد بن رحمه، يوسف بلالي، فارس شعيبي، بغداد بونجاح، اسلام سيماني، وعمار محمد لامين. لا تنسوا رايكم في التعليقات وشكرا.